من شويه رئيس نادي الزمالك قال ان اشرف بن شرقي خلاص ابلغهم ان هو مش مكمل مع نادي الزمالك، رايك ايه؟ يعني لو هو هيمشي او النادي خلاص شايف انه معالي قوي، بن شرقي مش هيدي 30 زي اللي اداه، استحاله استحاله، لانه وصل في حاجه عاليه قوي زي فرجاني سياسي. كان وصل مع الزمالك للتوب لما راح قطر، محدش سمع عنه ولا حاجه. نفس الكلام لبن شرقي، هو حاس خلاص ان فاضل له سنتين هيطلع بره ياخد فلوس ويستفاد. وانا سمعتك كنت بتقول هيعملوا حفله، برافو برافو، واحد ادى نادي الزمالك، مش لازم نمشي بخناق. لا انا قلت بمشاكل، انا ما قلتش انهم هيعملوا حفله، بس بقول يمشي بشكل كويس يا ريت. يعني زي ما بيحصل، بص زي ما بيحصل في اوروبا، يبقى كويس منه اولا، يعني هو الاول يتعامل مع نادي الزمالك باحترام، ونادي الزمالك ايضا يتعامل معه باحترام، زي القصه بتاعت ساديو ماني بالظبط برحيله من ليفربول. سيبك من ساديو ماني، ده عمل اوريجي اللي في ليفربول، صح، راح لما كان احتياطي، صح، ايه التكريم اللي كرموه ده؟ بالزبط. وكان احتياطي وما كانش بيلعب كتير، يعني تبقى عاده عندنا يا ريت. ادم ما قصرش، يعني الزمالك هو اللي هيبقى ادرى اذا كان اللاعب قصر او كان عنده مشاكل خلف الكواليس، الله اعلم. بس لو هو ما عملش اي مشكله، ما كانش عنده اي ازمه في الكواليس، يبقى الراجل بص خلص عقده باحترام وخلاص، محترف. هو عايز ياخد فلوس اكتر، حقه. هو مش متربي في نادي الزمالك، هو مش هيبوس الفانله لما يجيب جول، لا عايزين نغير الفكر ده. حتى الناشئ او لعيب في نادي الزمالك، خلاص يا جماعه، الاحتراف حاجه وحب وتربيه النادي حاجه. لا، وتحديدا المحترفين الاجانب اللي بيجولنا، المحترفين هو جاي عشان ياخد فلوس وياخد تجربه اخرى في حته تانية وهكذا. بالظبط، مش زي ده اولاد النادي نفسهم زي ما حضرتك بتقول بقوا بيدوروا على الفلوس. فبالك انت راجل محترف طبعا نفسه. طبعا فده عادي يعني، وده حقهم خلاص. بس انا افضل الانفصال بالشياكه، صح، ليه؟ لسمعتنا، صح. يعني اللي حصل مع كيروش بيسمع في العالم كله، صحيح. انا لا، انا خصموا مني، انا بتاع، يقعد المدرب اللي هيجي يمسك منتخب مصر هيبقى قلقان. احنا ناس طيبين ومسالمين، انت فاهم؟ فمش لازم كل واحد يمشي تبقى مشاكل وقواضي ويجرحوا فينا لا، صحيح. عشان سمعتنا بس.